يا قولي يا نورهان. نوران، صباح الجمال على حضرتك يا استاذه رشا، وعليك يا عبيده، وصباح الفل على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. احنا موجودين في سوق العبور، تحديدا داخل عنابر السمك، عشان نعرف الاسعار النهارده هل انخفضت عن الاسبوع اللي فاتت ولا ارتفعت. كمان عايزه اقول لكم ان السوق بقى كل السمك اللي موجود فيه من السويس، فتعالوا بينا نعرف من ابو مريم الاسعار النهارده عامله ايه. صباح الفل. صباح النور عليك يا استاذه. بص، في البدايه عايزين قبل ما نعرف الاسعار، عايزين نعرف هل الاسعار انخفضت ولا ارتفعت عن الفتره اللي فاتت. نزلت يا استاذه. نزلت بقد ايه مثلا؟ نزلت عشان السمك ده عرض وطلب، والعرض كتير. طب خلينا ناخد جوله معاك كده. انا يعني شايفه ما شاء الله في تشكيله سمك كتير قوي النهارده، وانت قلت لي قبل الهوا ان كل السمك اللي نزل السوق سمك السويس، فتعالى نعرف بينا الاسعار ايه. تمام. ده بربون. طب قول لي سعره عامل كام؟ ده بيتراوح ما بين 200 جنيه ل 220 جنيه. والسمكه اللي جنبه دي؟ دي موسى. دي بقى موسى الاصلي بقى الحقاني. دي صبحة؟ أنا حاسة إن هي مش صبحة. لا صبحة. إيه عشان يعني اللي أنا عارفاه إن السمك الصبح بيكون عينه زاهية كده. لا لا لا، ما بتشردش عشان التلج، بس بيبقى على عينه ما بتشردش. أهم حاجة السمكية. بص قدامك. طيب الكابوريا عاملة كام النهاردة؟ الكابوريا دي بتتراوح ما بين 200 جنيه ل 150 جنيه، دي السويس الأصلي. والسمك اللي جنبه ده؟ ده شعور. عامل كام النهاردة؟ ده ما بيتراوح ما بين 220 ل 200 جنيه. طب قولي احسن طريقه للسمك البربون ايه؟ البربون ده مقلي شوي، الموسى دي مقلي، الكابوريا شوربه شوي، ده شوربه. الشعور ده شوربه. طب قولي الكابوريا الزرقاء دي تقريبا دكر. دي دكر. طب سعرها عامل كام النهارده؟ دي ما يتراوح ما بين 120 ل 150 جنيه، وده مرجان. عامل كام المرجان؟ المرجان ده بيتراوح ما بين 80 ل 100. طب السمك المكرونه بقى، يعني انت عارف الناس بتفضل المكرونه والبولت جدا، خصوصا ان ده جاي من السويس، فسعره عامل كام النهارده؟ دي تتراوح ما بين 120 ل 130 جنيه. قلت كام معلش؟ من 120 ل 130 جنيه. طيب خلينا ناخد جوله مع بقيه السمك. انا شايفه ان انت حاطط يعني طاولات ثانيه مليانه سمك، فعايز اعرف اسعارها النهارده ايه، خصوصا ان في سمكه شكلها غريب انا اول مره اشوفها في السوق دي النهارده. فقول لي. لا خلينا ناخد من هنا، ده برضو مكرونه سويس. دي مكرونه سويس يا استاذ. طيب. ده بربون. بكام البربون الصغير يا استاذ؟ بيتراوح ما بين 100 ل 130 جنيه. معلش قول لي سعر البربون تاني عامل كام؟ ما بين 100 ل 130 جنيه. كل الاسعار دي خلينا ناكد ان هي اسعار جمله. تمام. اه دي اسعار جمله. طب هو ما عندوش وقار؟ ما عندوش وقار؟ إيه؟ السمكه دي لها اسمين، دي لا مؤاخذه اسمها خنازير. خنزيره بس طعمها حلوه في الاكل خنزير. وهنا بيسموها حمام. طب سعرها عامل كام دي؟ دي بتتراوح ما بين 200 جنيه ل 250 جنيه الكيلو. واحسن طريقه تتعمل بيها ايه؟ لان انا بصراحه يعني انا اول مره اشوفها اصلا. دي مقلي اساسها مقلي. طب والوقار اخباره ايه يا نورهان؟ ده صدف. طب قول لنا يعني قول لنا اسعار الوقار عامله ايه النهارده؟ لا الاسعار حلوه. لا اسعار السمك الوقار. الوقار؟ الوقار ما بيتراوح ما بين 350 ل 500. طب وريهولي. سعر الجمله. اه ده سعر الجمله. نورهان اساليه عنده مكرونه سمك مكرونه؟ لا مش موجود النهارده. طلعه. طلعه؟ مش موجود عنده. هو ده مش موجود. ده المكرونه. ده السمك المكرونه. دي المكرونه السويسي، دي مكرونه حمراء. ده السويسي. ودي كابوريا. دي برضو كابوريا نتي زي اللي بره. لا بس لا مش زي اللي بره، في فرق. دي حاجه ودي حاجه. اللي بره لا مؤاخذه جودتها اعلى من دي. طب دي بقى سعرها عامل كام بما انها اقل من اللي بره؟ تتراوح ما بين 120 ل 130 جنيه. واللي بره قلت لي عامله كام؟ تتراوح ما بين 250 ل 200. طيب والسمكه اللي هناك دي؟ ده صدف. ده اساسه في ليه؟ شكرا. انا شايفه ان السمكه كبيره. تمام. فدي تعمل لها كام كيلو مثلا؟ لا ما بين 3 5 كيلو. بتتباع كامله زي ما هي؟ اه تمام. اه الكيلو فيها عامل كام؟ ده يعمل له بتاع 120 150. طيب في شكل يعني ده نوع جمبري بس انا شايفاه صغير قوي. ده جمبري ساركوس بتاع الشوربه وبتاع المرخيه.
كمان اللي بتحط على الرز. تمام. ده مزارع يا نورهان. الكاليماري عامل كام النهارده برضه؟ كاليماري جمله ولا قطاعي؟ الصغير ده. لا احنا قلنا الجمبري ده سويسي، انت قايل كل السمك اللي موجود في السوق النهارده سويسي. انت بتقولي لي الكريماري، قلت لي الجمله ولا قطاعي؟ جمله وقطاعي، قول لنا الاسعار جمله وقطاعي. الكريماري تعمل لها جمله تعمل لها 250 جنيه. ده جمله، قطاعي تبقى بكام؟ قطاعي تعمل لها بتاع 300 عشان ضنينها قوي وعليها سحب. ده طب ده طب الجمبري الكبير فين؟ جوه السوق بما انك انت بتبيع جمله وقطاعي ولا بره؟ لا بره السوق حاجه ثانيه يا استاذ. بره السوق حاجه تانية. بره السوق في عماله وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده وفي ايجارات وفي نور وانت عارفه الدنيا. طيب قول لي اسعار الجمبري برضو الثانيه عامله كام؟ الجمبري لما يتراوح ما بين 350 ل 1200 جنيه. طب هو فين؟ مش موجود عندك؟ لا مش موجود. مش موجود النهارده. طب نورهان معلش اساليه، القطاعي بره بيفرق قد ايه عن الجمله؟ تمام. يعني الفرق قد ايه؟ ابتدي احسب مثلا لو انت بتقول انك انت بتبيع هنا جمله وقطاعي، طيب القطاعي بره يوصل بكام مثلا الناس؟ في ايه يعني؟ فاهميني؟ الفرق بينه وبين السمك لو هنقول ان انت البربون ماشي، انت بتقول البربون بيتباع بجمله وقطاعي كام في السوق هنا؟ يعني ما بين 100 ل 150 جنيه. ده جمله. تمام. طب قطاعي لو انا بجيبه من عندك من هنا في السوق؟ يعني هيبقى برضك في الجمله برضك. طيب انا بقى انا دلوقتي هجيبه من بره، انا مثلا مش هاجي اشتري من هنا، هاخده بكام من بره؟ نظريا يعملوا بتاع 170 180. بس؟ فرق السعر ده بقى ليه؟ تمام، في عماله وفي نقل وفي ده وفي ده وفي ده. ما انت تحسبي ده يا استاذه. خلينا نقول برضو ان السعر اللي قاله بالظبط، ان السعر اللي قاله اكيد بيختلف من منطقه لمنطقه. تمام. مش هتجيبي اماكن شعبيه زي الاماكن الراقيه. طيب خليني اسالك برضو على سؤال تاني، دلوقتي انا اشتريت سمك وعايز احفظه عندي. تمام. ايه احسن طريقه احفظه بيها؟ وهل ان انا احفظه مقفول ببطنه ولا انضفه؟ لا نضفيه، يتنضف احسن، يتنضف ويتغسل ويتلف في ستريتش ويتشال في ديب فريزر. طب معلش سؤال لستات بيوت قوي يا نورهان، يقعد معاكي بالاسابيع ويتبل ولا الاحسن يتفرزن على طول؟ طيب نحفظه زي ما هو بعد ما ننضفه ولا ممكن نتبله ونشيله؟ لا ما تتبلهوش. ليه بقى؟ التتبيله لما مؤاخذه هتغير طعمه، خليه يتبل وهو جاهز كده احسن. والتوم بيمرر لو شلتيه فوق وكده. تمام تمام. بالظبط. طب خلينا برضو يعني نعرف هل اسعار السمك بما اننا في الشتاء وانت عارف ان بيبقى فيه انتاجيه كبيره في حجم او وفره السمك في السوق، هل الاسعار هتنخفض الفتره الجايه ولا لا؟ لا الاسعار هتزيد. طب ليه؟ عشان اخواتنا المسيحيين بيبقى فيه طلب على السمك، ان هم بيبقى صيامهم على السمك. انا بشكرك شكرا جدا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا اسعار السمك بمختلف انواعها النهارده في سوق العبور، سواء كانت جمله او قطاعي او حتى قطاعي بره، واحنا طبعا دايما بنتابع مع حضراتكم اسعار يعني مختلف السلع داخل سوق العبور سواء خضار او فاكهه او اسماك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وعوده زملائي مره اخرى في الاستوديو. نشكرك يا نورهان. نورهان عادل زميلتنا كانت من سوق السمك.